اذا الاصرار على انتخابات مجالس المحافظه وترك موضوع الانتخابات النيابيه المبكره هذا يعني انه بقاء التيار الصدري الذي يعتبر الكتله الاكبر بعيدا عن المنظومه السياسيه. الفريق انا ما بعده هو قرر انه يعتزل. خلاص انت مو قلت اني بالاتفاق السياسي راح اسوي انتخابات مبكره؟ ليش غلست عليك؟ الوضع مستقر الان، ليش اروح الانتخابات مبكره؟ ليش انت من كتابتها شنو كان عندك وضع؟ كانت الامور محتقنه. لا اتفاق سياسي. كل الكتل قعدت وقالوا احنا ما نريد بقاء التيار الصدري مستمر فهاي الحكومه عمرها سنه نسوي انتخابات مبكرة ومحافظات. اي القيادات الاخرى اللي صار انا ما عندي مشكلة يريد يشارك خليه يشارك. لا اللي صار شنو هو؟ صار هنالك طمع بابعاد التيار الصدري عن المنظومة. طمع؟ اي طمع من الكتل السياسية. فقال لك احنا خلينا نروح للمجالس المحافظات وناخذ مقاعد التيار الصدري كلها. زين؟ هاي فرصة كبيرة انه فليش التيار الصدري يشاركنا بها؟ عود بعد ذلك اذا يسوي له مظاهرة اذا يسوي له زعلة علينا نقول له نسوي انتخابات مبكره بالوقت اللي يصير اتفاق سياسي جديد. هو ممكن بالنتيجه هذا التنصل وهذا الفساد وهذه الاجراءات واستمرار هاي الشبكات وحمايه هاي الشبكات من قبل الدول والاحزاب الكبيره بالنتيجه سنذهب الى مظاهرات مليونيه بلا شك. مظاهرات مليونيه؟ بل. شو وقت ممكن هذا السيناريو؟ ما احنا عندنا تجربه صارت تجربه تشرين وانتهت بالطريقه اللي هي واضحه وحتى من هو كان مشترك في تشرين اصبح يتحدث عن بعض الجزئيات وعن اقتحام الاحزاب لتشرين، وبالتالي شنو فرص ان تكون عندنا هذه الصوره صوره مظاهرات مليونيه؟ وعندك التيار الصدري مبتعد محتزل خلاص. لا هو بالنتيجه التيار هي مظاهرات المليونيه الما هو قوتها التيار الصدر والوطنيين وياه لانه استمرار الوضع على هذه الشاكله صعب. يعني وهناك عوامل يعني بالنتيجه الدولار راح يساهم، ارتفاع الاسعار، غلاء المعيشه، مو حسبالك سهله عمليه الدولار. استاذ علي الناس ماجره ثلاث ارباعها بالدولار. بضاعتها تشتريها بالدولار. والمصيبه الكبرى شوف التاجر جشع يشتري 130 ويبيع للناس على 100 اغلب التجار تافهين ما يستحون والله. تدري شو يسوون استاذ علي؟ البنك المركزي يروح له يطيه على 132 تمام يقول له روح استورد بضاعته. يستورد بضاعته يجي بيعها على المواطن ب 160 لك ما تستحون. المشكله ماكو حلال وحرام. زين هسه ماكو حلال وحرام، انت الامن الوطني هسه مثل هذولي انزع جلدهم. ما ضابط ايقاع السوق، اضبط لي ايقاع هذه التاجر احمد الله والديك اضبط 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 السلع اللي تجي عن طريق المنصه اللي انت تطيع على 132 مو جاي يدخل ب 132؟ اي نعم بس خليه يحاسبني على 132 يحاسبني على 160 وكل ما يصعد الدولار هو يصعد وياه وماكو محاسب. شنو المحاسبه المطلوبه؟ الدوله لازم تتابع. الدوله بها مؤسسات، عندنا 1,455,000 منتسب بالقوات الامنيه 1,455,000 إيه معقولة ما سيطر على السوق الموازي؟ القرار فيتهم الدولة ذات توجههم. دولة مسؤولة عن رسم السياسة بالداخل. احنا عندنا حكومة هي اللي تدير القرار من نفسها؟ يعني بالنتيجة هي حكومة محسوب عليها إدارة القرار، وإن كان القرار هو بيد الكتل السياسية. بس بالنتيجة محسوبة عليها. يعني هاي كفترة حكم محسوبة عليها. وبالتالي أنت تشوف هذا المشهد. اذا ما استمر بشكل الحالي ارتفاع سعر صرف الدولار المشاكل الاخرى اللي تحدثت عنها فان سيناريو الاحتجاج المليوني قادم ما لا محال. الاداة والنواة الاساسية بي منو؟ طبعا التيار الصدري راح يكون التيار الصدري جزء من الشعب العراقي. اي لكن شنو بعد؟ بعد لازم نطالب بحلول ولازم المرجعيه هم تتدخل خلي بالك واتباع المرجعيه. لا احنا ما نحمل الموضوع كله على التيار الصدري، لا عاد اتباع المرجعيه شنو شغلهم؟ زين؟ اتباع المرجعيه اكثر من عدد التيار الصدري بكذا نسبه. تمام. المرجعيه مسؤوله ايضا عن التدهور اللي راح يصير، لازم تتدخل وما تتدخل ببيان لو بتوصل، لازم توعز الى انصارها ان يشاركون الشعب العراقي بساحات التحرير. لازم يصير حل. ما معقوله كل احنا نقف مكتوفي الايدي. هي الحلول هم نهب هم سلب هم بوك هم تدهور مؤسسات.